ميسي إذا كان لازمني نعلق على كمال داود يقول الحراك فشل ولا ما فشلش، الحراك مازال في الدور نتاعه اللي هو الدور نتاع الحراك، مازال ما تحولش لثورة. هذا شعب منتفض راها انتفاضة، ما راهيش ثورة لأنه ما عندهاش قيادة. دونك كمال داود ما شاطروش الرأي، لأنه كنقول باللي يكون قال باللي الثورة ما نجحتش لا نقدر نتناقش معاه والله نعلق عليه، لكن هو قال الحراك ما نجحش، نقول راك غلط، الحراك راه في الدور تاعو، مازال حراك، مازال ما ارتقاش الى درجه ثوره شعبيه، مازال راهو حراك، لكن انتفاضه، ربما سميوها انتفاضه، ربما سميوها شعب طائر، انه شعب طائر، ان بابل ريفولتي، مي سوني با اونكور اون ريفولوسيون. حتى ولا كان الشعب عنده مطالب، ما يقدرش يحقق المطالب تاعو دون ما يفرز هو على القياده. وهذا معروف يعني في تاريخ الإنسانية، في تاريخ الأمم، في الدول، في كل في كلها، في السنديكا، في النقابات، في النقابات العمالية، في ليزوانجي، في الحركة المجتمعاتية، في كلش. يعني حاجة ما عندهاش قيادة، ربما تحدث اضطرابات، ربما تكون فيها نوع من كما احنا موفمون، كما اسمه حراك، اسمه حراك موفمون، وي بصح، ويبقى كمال داود يبقى إنسان ان اوم دو لاتر، دونك ان اكريفان دورو نومي اكسترا، لكن الرأي نتاعو هذا مش الرأي نتاع قال اون اكاديمي دو بوليتيسيان ولا دو بوليتولوج، قالو سي ان اكريفان الى اون بال بلوم الى كري سون افي لو كونسيرن هو تو سامبلومون سي سون افي او لو ريسبكت اون طون الى ديسكوتابل مي سي سون افي ا لوي دونك ما عنده حتى وطأة ولا صدى على الحراك في الحقيقه. ومسي رحماني d'après certains sites, parce que la télévision officielle ou la radio, c'est Djibouchet Gouledou là-bas, mais quel bon soir. Plus de 130 personnes qui étaient sous le coup d'une ISTN, une interdiction de sortie du territoire. Alors, mais Aoudou, ils ont récupéré le passeport. Donc, ce qui veut dire, Billy, mais que l'État de Moutabat Adaïa, la Adela, la SRJA Mouemounou. Au moins, depuis l'installation de Taboun, il n'y a rien eu. هي هذا تبون اللي جابته لنا قيادة الأركان حطت في سير أمور الجزائر، هو تاني يسمى بالنيابة لأنه موش رئيس منتخب، دونك جابوه حطوه أضيفوه ما لقاوش بالك حاجة أخرى، جابوا لنا أنونسيان شيف دايرة يحكم في الجزائر، قال لهم أنا الدراهم على بالي وين هما في الحملة الانتخابية تاعو، كاين لي رئيس نجيبهم بيان سور. الهضرة الأولى تاعو انا ما نلومش عليه واش قال، نلوم على الناس اللي امنته، يعني باش تمن واحد يقول لك هضره كيما هذه ما عندها حتى معنى، وهو ما عنده حتى معنى. والعداله ماشي عداله، العداله اللي دخلت غديري وبرقعه وبن حديد وطابو وبومالا وبالعربي والنشطاء نتاع لي ريزو سوسيو وشباب ولجان هذاك نتاع برج بوغريج الاعلامي اكسترا ومنهم كثير ونور الهدى، واش من عداله؟ وش من عدالة؟ أنا نطرح سؤال على الشعب الجزائري، هل في ظنكم سجن نتاع البليدة أكثر تحصين من غوانتانامو؟ هل في ظنكم سجن الحراش أكثر تحصين من مراكز الحبس نتاع الروس ونتاع الماريكانا؟ هذوك يخرجوا منهم التصاور ويخرجوا منهم الفيديو، ماذا بيا الشعب يطرح نفس السؤال هذا؟ بركة ما الشعب يأكل من الحشيش من خشمه ويتبع في الناس هادو في الهضرات نتاعهم، وما نهضرش على المناطق الداخلية نتاع البلاد لأنه هادوك مع الانترنت ما عندهمش، دونك المعلومة ما توصلهمش، نهضر على المدن الكبرى، على الشباب نتاعنا، لازم الشباب يتوعى، ماشي غير الشباب، الشعب كامل لازم يكون واعي، لازم يكون واعي، يكون كيس فاطن، كذلك لازم يتهيكلوا الناس. لكن حابين النصر والدولة الجديدة الجزائر المستقلة لازمكم تهيكلوا، بدون هيكلة ما تكون والو. الزول راه يقول لور دو لا دينيير فيزيت تاع لو بريزيدون اردوغان اون ا فيو دي فوتو تاع لي اجون سيكوريتي ولا دي بوليسي ما عرفناش ترك افيك دي شان لي زون فوي لا سال قبل لا رونتري تاع اردوغان. قال لك واش يتعلقوا على هاد لا سيتواسيون، اسكو ما عندناش امن في الجزائر؟ نقص ثقة إهانة الجزائر، كيف تعتبرها سي رحماني؟
والله اكبر اهانه للجزائر انه عندنا تبون رئيس، هذه اكبر اهانه. اكبر اهانه للجزائر انه جابوا لنا رئيس وحطوه وحنا مازلنا نغنيو في الاناشيد ونمشيو في الطريق بلا ما افرزنا قياده سياسيه. اكبر اهانه للجزائر انه عندنا وزراء كانوا في النظام البوتفليقي القديم. اكبر اهانه للجزائر في 2020 بعد ما كلاو 2000 مليار دولار ولا اكثر، بيان سور 1000 مليار فوق الطابله وال1000 اخرى اللي تحت الطابله، عندنا مشكله نتاع الشكاره نتاع الحليب، وكون غير جا حليب نتاع الصح ما تنطبقش ما عليه المواصفات نتاع الحليب. قبل ما يجي اردوغان، كيف تحب اردوغان يتيق في رئيس اصلا جابوه العسكر حطوه والشعب يقول له تبون الكوكايين، ماشي يجيب الكلاب كيما جابش البحريه تاعو والطيران نتاعو مليح. حتى في الوقفه يعني رغم كل التحفظات اللي عندي على الرياض اللي فاتوا على الجزائر، مي كانت عندهم وقفه تاع الرياض، مي هذا حدا اردوغان تقول شاف دايره قاعد يمشي مع الوالي والبروتوكول والفوضى في لاريفي او بيي دو لافيون ولا بروتيكسيون تورك ان بو بارتو ولي تكنيسيان جي ليجون ديريير، سي نورمال يجيب الكلاب باسكو علاه لي كونسين دو سيكوريتي بريزيدونسيال ما كانش نو با ايتي ريسبكتي. وين شتا انت في بلاد لافيون بريزيدونسيال اريف وتتحط الدروج لافيون بريزيدونسيال تاع الانفيتي تاع الجزائر والسيرفيس تكنيك مازالوا حدا الطياره بهم بالكماين نتاعهم، وين شفتها هذه تايا؟ كيف ما يجيبش الكلاب؟ كيف ما جابش السبوعه ومليح؟ جي جي راهي حنا الاهانه ماشي الترك اللي اهاننا، حنا اهانه ولينا. جي جي راه يقول ما هو الحل السي رحماني للاطاحه بهذه العصابه الجديده؟ الهيكله، انه الشعب يقبل فكره انه لازمه قياده تقودوا في المعركه هذه ضد العصابه. العصابه عندها قياده، هي العسكر جنرالات الاركان والناطق الرسمي تاعهم هذا التفون. سامحوني قلت تحت السيف والله ما نقول تفون، سامحني شو ديزولي سا سي ميساج ان امي بون ما نقولهاش اليوم. عندهم ناطق رسمي تاعهم تبون هذا. الشعب ما عنده ناطق رسمي، ما عنده قياده سياسيه. تهضر مع الناس وش يقول لك؟ اه قياده تاعنا في الحبس. روح خرجها. القائد تاعك في الحبس روح خرجوا. والقائد اللي ما عندوش ادجوان باه راهو قائد، والقائد اللي ما عندوش هيكل وراه يدافع عليه والله يقود المعركه باه قائد. لازم القائد كي يعود انديسبونيبل والله يموت والله يتسخط والله يتسجن، لازم وراه قيادات كي بان لا رولاف في التيار تاعو في الحزب تاعو. حنا نقول لهم طريق ايمنا، والغاشي يقول لك لا ايمنا.